بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اكتر حاجة تغيظني لما تقول لحد حاجة يقول لك والله كذا، بتدخل والله في القصة ليه؟ مش عارف، حاجة جزء شعبنا عنده شوية حاجات عجب. المهم مش دي القصة خالص. خلوني أرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو دكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق. نورنا وشرفنا، إزاي الحال؟ أهلا بيك يوسف، وأهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين. حضرتك فكرتني بأنه آخر مرة كنت موجود عندنا هنا كنا لسه بنوضب الاستوديوهات. بالظبط، في اختلاف كبير. لا اختلاف كبير. طب احنا كنا يوميها كان لسه في مرحلة التجهيز، فكان لسه بقى الدنيا يعني ملخبطة شوية، بس النهارده لا كده الاستوديو ما شاء الله. يعني انا النهارده عايز اتكلم على حاجه. الحاجه دي هي هتبقى مرتبطه بعمل حضرتك في منشآت وشركات متعدده الجنسيه، وفي نفس الوقت متعلقه برجل عمل في دولاب الدوله وزيره للتنميه الاداريه. في الشركات بتاعه المتعدده الجنسيه المالتي ناشونالز او الشركات حتى اللوكال الكبيره، في حاجات بتبقى اشبه بالوايت بيبر. يعني دكتور هاني متولي مسؤوليه الديفيجن ده، والله لو سابه راح ديفيجن تاني فهيجي يوسف هيستلم من حضرتك. احنا بنشتغل في سياسه مرسومه بنشتغل عليها، في استراتيجي محطوطه، في مسج بتاعه الشركه، في الاستراتيجي بتاعتها، في الفيجن، في الميشن، الحاجات الظريفه اللي بنتعلمها دي. كلام جميل، تمام. الدوله بتاعتنا مش كده، ده اللي عشناه. اول سؤال هساله الا وهو، دكتور هاني قابلتك لما كنت وزير للتنمية الإدارية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قعدنا اتكلمنا على رؤيتك لكلمة التنمية الإدارية وتطورها و و و و السؤال هو، كل اللي حضرتك قلته وبدأت تشتغل عليه في حكومة الدكتور الببلاوي، ترى أنه مستمر في وزارات أخرى تولت هذه الحقيبة، ولا إحنا زي ما إحنا؟ خلاصة الكلام بقى. طيب ده سؤال هايل يوسف الحقيقة. المستمر ولكن ببطء شديد. يعني السادة الوزراء الموجودين حاليا عندهم نفس الرؤية، بيكملوا على نفس الاتجاه اللي كنا بدأنا فيه. يعني قانون الخدمة المدنية ده، أنا لما كنت في التنمية الإدارية حطيت مجموعة محاور هنشتغل عليها. حلو. كان أولهم التشريعات، لأن أنا زي ما أنت قلت أنا راجل اشتغلت 30 سنة ويعني حاجة وعشرين سنة في الشركات العالمية وفي 6 دول، يعني مش كلها في مصر، نص خبرتي كانت خارج مصر. في مسلمات في الشركات الناجحة غير قابلة للنقاش. المسلمات دي في استراتيجية بتتحط، يعني طويلة الأمد وقصيرة الأمد، وبتتحط ببروسس معينة، ومفيش أي حد بيجي في المكان عنده القدرة على تغييرها كده لهواء شخصي. دي نمرة واحد. ففي استراتيجية واضحة، احنا النهاردة هنعمل ايه وبكرة هنعمل ايه وكمان سنة هنعمل ايه وكمان 5 سنين هنعمل ايه. نمرة اتنين، ودي مشكلة كبيرة جدا في الحكومة عندنا، ان احنا عندنا قياس الاداء، قياس القدرات بتاعت الموظفين او العاملين او المديرين لها نظام محدد. وعلى فكرة في كل الشركات العالمية هو نفس النظام، مفيش تغيرات، احنا مش هنألف. احنا عندنا النهاردة بحط عقد ما بينه وبين الموظف، ومجلس الادارة بيحط عقد ما بينه وما بين المدير العام او السي او او الشخص المسؤول. هذا العقد عبارة عن ايه اللي مطلوب منك، هنقيسه ازاي، وهتنفذه في قد ايه. كويس. وده مكتوب. ها. هذا العقد احنا بنسميه عقد، لانه هو الحقيقة اتفاق ما بين مجلس الادارة والمدير العام او ما بين اي مدير والموظفين بتوعه. انا مطلوب مني ايه السنة دي؟ أيوة. 1 2 3 4، ايه البروسيس اللي هعملها وايه الخطوات اللي هعملها عشان احقق ده، وهقيسه ازاي. وطبعا هقيسه ازاي ده مهم جدا. نرجع للسؤال بتاعك، هل الرؤية دي واضحة عند القائمين؟ وأنا ما زلت على اتصال طبعا بعدد كبير من الوزراء. لا، الرؤية موجودة، ولكن عندنا مشكلتين. هي البطء في الخطوات. يعني احنا مثلا قانون الخدمة المدنية ده خد سنة ولسه ما طلعش، اكتر من سنة شغل ولسه ما طلعش، لان المجلس النواب رفضوا للأسف، وتم للأسف. ولكن التعديلات اللي اتعملت الحقيقة تعديلات جيدة، واعتقد ان شاء الله انه هيتوافق عليه من مجلس النواب. لان انا لما دخلت الحكومة في أول مرة، لما دخلت رئيس هيئة البريد أو البريد المصري، أنا جالي صدمة، لأني لم أشتغل حكومة قبل كده. جالي صدمة من إيه؟ مفيش أي حاجة خالص، كل حاجة ماشية بكده بستر ربنا. أيوة، زي ما قلوا كده بالصلاة على النبي. وبعدين القانون بيحمي المقصرين، يعني جدا. إحنا بقول يعني أنا شفت حاجات، يبقى واحد مختلس
ومعترف ومرجع الفلوس ويروح المحكمة ويرجع لك يقول لك ان هو خصم اسبوعين من المرتب ويعود للعمل ويرجع لك يقول لك اديني وظيفة تاني. وهو رجل فاسد الذمة. وهو ده معترف. معترف. خلاص الترقيات اللي بتتم هقول لحضرتك حاجة برضو الحقيقة مبشرة جدا. تجربتي في جميع الأماكن الحكومية اللي اشتغلت فيها أن الشباب في الجهاز الإداري للدولة شباب واعد وجيد، ولكن لو سبناه هيتلوث أو هيسيب. لو أقول لحضرتك كمية الناس الكويسة اللي أنا قابلتها في الحكومة من الشباب اللي سابوا الجهاز الإداري للدولة وراحوا اشتغلوا في حتة تانية غير طبيعية. دي خسارة كبيرة للجهاز الإداري للدولة. أنا لما عملت الانتخابات نظام الانتخابات لما كنت رئيس لجنة إدارة الانتخابات البرلمانية في 2011 عملتها بالشباب، شباب وزارة الاتصالات، أنا ما كنتش لسه وزير، شباب وزارة الاتصالات، شباب وزارة التنمية الإدارية، شباب مركز معلومات، شباب مجلس الوزراء، عملت مجموعة من الشباب وقدرنا نعمل نظام انتخابات هو اللي شغال لحد النهاردة والحمد لله نال التقدير العالمي حتى مش التقدير المصري بس، كله بالشباب. عايز أقول لحضرتك إن هذا الطقم من الشباب أكتر من 60% منه تركوا الحكومة دلوقتي. ياه. طبعا. لأنه عشان كده القانون ده مهم ليه؟ أنت يبقى عندك واحد، عندك واحد شاب واعد جدا وكل، وأنا راجل بتاع إدارة موارد بشرية أساسا فأنا عارف أو يعني عارف يعني إيه واعد، يعني إيه الشخص ده لو اهتمينا بيه هيبقى حاجة كبيرة جدا في المستقبل القريب. لا تستطيع إنك تعمل له حاجة. ليه؟ أصل الترقيات بتدور. الترقيات بالأدمية. ولو رقيته قبل زميله الأقدم منه الذي لا يصلح يروح يرفع عليك قضية في المحكمة الإدارية ويكسبها ويرجع لك مترقي بحكم محكمة، وإذا ما نفذتش الحكم تتحبس لأن القانون كده. لأن القانون كده. فأنا المحاور اللي كنت حطيناها مع بعض، والحقيقة على فكرة هذه المحاور ما زال الدكتور أشرف العربي بيشتغل عليها ومقتنع بيها جدا، بدليل أنه خد الريسك بتاع موضوع قانون الخدمة المدنية وكان عارف أنه هيتبهدل بسبب هذا القانون، ومع ذلك صمم عليه لاقتناعه واقتناع القيادات ان طول ما القانون القديم قانون 47 وقانون 5 اللي بيحكمه العاملين في الدولة طول ما هو ساري مفيش اي امل انك تصلح حاجة في الحكومة. نمرة 2 التنمية البشرية. انا وانا في البريد لسه بقى جديد في الحكومة فاجتماع طبعا ده كان بعد الثورة مش شرط، انا استلمت كانت صدمة دكتور. لا صدمة. انا استلمت وظيفتي في البريد يوم 30 يناير 2011 بعد جمعة الخطب على طول. كل مكاتب البريد قافلة، مفيش حاجة، مش عارف تحرك فلوس في البلد، فكانت فترة صعبة. لكن في اجتماع من الاجتماعات معايا حوالي 350 واحد من العاملين في البريد سألت سؤال، اللي خد أي تدريب في خلال الثلاث سنوات اللي فاتت يرفع ايده. محدش رفع ايده. ولا واحد. ولا واحد. ولا واحد. الله. عشان الصدق يعني واحد رفع ايده قال لي أنا خدت كورس إنجليزي. وغالبا على حسابه عشان انا بس على حساب اللي بس قال لي على طول. تخيل حضرتك. على فكره انا لما رحت البريد لقيت ان في موازنه تدريب 7 مليون. انا رحت في اخر يناير، في اول فبراير 30 يناير فات 7 شهور من السنه الماليه، ال 7 مليون اتصرف منهم 60,000 ومحدش بيصرف حاجه منهم، يعني الفلوس موجوده. قال لهم طب ال 7 مليون دول ما تصرفوش ليه؟ اصل ما فيش خطه، اصل ما فيش محدش بيزعق، دي ميزانيه تدريب وهتفضل لحد اخر السنه، وتيجي السنه الجايه تطلب التدريب يقول لك لا ما انت ما استعملتش السنه اللي فاتت هتاخد ليه. طبعا. فنمره واحد قلنا القوانين، نمره اتنين القدرات البشريه. انا اتعلمت ازاي في الشركات، انا اتخرجت يا يوسف، انا اتخرجت من كليه الهندسه ما فهمش حاجه في البيزنس، مهندس اتصالات، مهندس اي تي، اشتغلت في شركه مهندس صيانه لا افقه شيء في البيزنس. والحقيقه الشركه الاولانيه اللي اشتغلت فيها بدون ذكر اسمها انا اتعلمت فيها صح، اتعلمت فيها كويس لان هم عارفين يختاروا مين ويعلموه ازاي ويدوا له تريننج ازاي. في الحكومه انت بتتعلم من اللي جنبك وبتتعلم من مديرك اللي هو غلط اللي هو مش فاهم. فانت المصيبه انك طريقه التعليم في الحكومه ان انا اخد الوظيفه ما اعرفش عنها حاجه اتعلم من القبلية اللي كان ماشي غلط. فانت تخيل. فيبقى قلنا القوانين، نمره 2 القدرات البشريه، نمره 3 نظم العمل العقيمه اللي انا مش قادر اصدقها. انا محتفظ بورقه لحد دلوقتي وانا وزير اتصالات عليها 27 امضى وانا امضيتي كوزير 28 والموضوع كله ما استاهلش. ليه في 27 امضى؟ تخيل حضرتك لما الورقه دي وقفت على مكتب 27 بني ادم قعدت على كل مكتب يومين ثلاثه عشان تتمضي 27 امضى. انا قعدت عديتهم، قعدت عديت الامضاءات. وانا عندي سؤال، هو ليه ورق؟ يعني اظن حضرتك يعني هو ده بقى نظم العمل. شركات كبيره مفيش ورق خلاص يا بيه، مفيش ورق في اي حته في الدنيا. انا كنت في استونيا في شهر سبتمبر اللي فات،
استونيا في 2015 احتفلوا ان هم بقوا بيبرلس سوسايتي. يعني ايه بيبرلس سوسايتي؟ ما فيش ورقه ولا تقدمها ولا تاخدها من الجهاز الحكومي. طب ايه اللي بقى بتستلم جواز سفر او اي دي او بتاع، لكن كل حاجه بتتعمل اونلاين. حضرتك كل طبعا استونيا هي اكتر بلد متقدمه في الاي جوفرمنت وكده، ولكن كل واحد عنده سمارت كارد اللي هو الاي دي اللي هو الرقم القومي، خلاص كل حاجه خلاص. هو بيخش يحط الاي دي بتاعه في اللابتوب او في الكمبيوتر في اي حاجه، وبيدخل الباسورد بتاعته، وبيعمل كل الخدمات الحكوميه اللي ممكن تخطر على البلد. مفيش ورق. بقول لك هم احتفلوا في 2015 بان هم بقوا بيبرليس سوسايتي، خلاص مفيش ورق. عايز اتوقف عند النقطة دي واروح لفاصل، هرجع بعد الفاصل نكمل الكلام على مسألة كل اللي احنا بنقوله ده في اطار بقى هنروح بصين على بيان الحكومة امام البرلمان، بيان في بعض نقاطه كان بيتحدث باسهاب وارقام، وفي كثير من نقاطه كلام مطلق ومرسل، فانا ما فهمتش ليه البيان اتعمل بالطريقه دي. ما هو يكون له حقائق وارقام، يكون له مرسل. اللي انا فهمه انه ده العقد اللي ما بين الحكومه وما بين البرلمان، والبرلمان يمثل الشعب كده. العقد فيه حاجه مش مظبوطه. نروح للفصل ونكمل الكلام بصراحه مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خلونا نكمل الكلام مع دكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وزير اتصالات أسبق، رئيس هيئة البريد الأسبق. ملخص الكلام، الرجل مش بس كان في مناصب حكومية، الرجل كان واحد من أهم الكي بيرسونز اللي في مجموعة من الشركات الدولية. عشان كده أنا ببقى مهتم قوي إن احنا نسأل في ده. احنا برضو عندنا مسألة صعبة، احنا تراجعنا شوية على مسألة إن أنا أجيب كفاءات موجودين من الشركات الكبرى والشركات المعروفة، وده اللي بيحصل في الدنيا، وبدأنا نرجع تاني لمسألة ان انا اجيب اكاديميين اساتذة جامعة، والفرق شاسع. استاذ الجامعة على عينه وعلى الراس، بس ده باحث. يعني الناس اللي اشتغلت في الشركات الكبيرة هم دول بقوا عارفين طبيعة السوق ايه، وعارفين توازنات الاقتصادية الدولية بتبقى ماشية ازاي، ونقدر نرسم استراتيجية. احنا ليه بنرجع خطوات او خطوتين ثلاثة لورا كل مرة؟ لا، هو احنا ما عندناش معايير واضحة لاختيار القيادات. يعني هي دي المشكلة الاساسية. مش مهم هو كان ايه الباك جراوند بتاعه، المهم انا لما بختار واحد عشان يبقى وزير او عشان يبقى محافظ او رئيس هيئه، ايه الكريتيريا وايه الحاجات اللي بحطها قدامي وبختار على اساسها. الحاجه الثانيه، ما عندناش اللي بيسموه في كل الدول التالنت بول او مجموعه الكفاءات اللي بختار منها. انا مره في عهد احد رؤساء الوزارات كنت معترض كده على بعض الاسامي، وبعدين رئيس الوزراء قال لي اجيب منين، اعمل ايه؟ اي واحد فيهم بقى اللي قال الجمله العظيمه دي؟ يعني دكتور حازم؟ لا مش دكتور حازم، يعني رئيس الوزراء في هذا التوقيت احمد شفيق. طيب لا لا لا، مش احمد، دكتور عصام. دكتور عصام شرف. دكتور عصام شرف كان بيعمل تعديل وزاري، وقاعدين بنناقش معاه وبتاع، كنت ساعتها رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء. وبعدين في الاخر انا قلت، روحت البيت متضايق، فقلت ايه، طب لو انا رئيس وزراء هختار الناس ازاي؟ كريتيريا بس هجيب البول دي منين، وهجيب الاسامي اللي هختار من وسطها منين؟ فعدم وجود هذه هذا النظام اللي موجود في كل حته في العالم، لان احنا عندنا مشكله ان احنا الوزير هو وزير سياسي ووزير تكنوقراط في نفس الوقت. لذلك تلاقي لازم وزير الداخليه يبقى من الشرطه، وزير الصحه لازم يبقى دكتور، وزير الاتصالات. في معظم دول العالم النهارده في فصل بين الوظيفه السياسيه للوزير طبعا، لذلك بقى القانون الجديد، ما دي بقى الحاجات اللي الناس مش واخده بالها منها في قانون الخدمه المدنيه. القانون الجديد بينص على وجود وكيل دائم للوزاره، وهو الشخص اللي هيدوله كل السلطات بتاعه الاوبريشن اللي احنا بنسميها الاوبريشن، اللي هو الدي تو دي. او الوزاره دي خلصت من الاربعينات في مصر، بطلوا يعملوها. يعني بطلوا يعملوها دلوقتي. القانون الجديد كل وزاره هيبقى لها وكيل اول وزاره، هذا الوكيل هياخد صلاحيات كثيره جدا من الوزير. انت مش متخيل يا يوسف الوزير وقته بيروح ازاي. انا لما بقعد احسب وقتي كنت وانا وزير بتخض، لان عندي جزء كبير حضور حفلات ولجان واحتفالات ومش عارف ايه ملهاش اي لازمه. ولما بتعتذر، انا مره جالي مدير مكتبي لما اعتذرت اكتر من مره، ولان بي زعلان، جالي قال لي يعني انا يعني عايز يقول لي انا اخوك الكبير ويعني ده مش في مصلحتك. طب اعمل ايه؟ ما انا عايز اشتغل. نمره اتنين، ان انت كميه، انت عارف البوسته بتاعت اي وزير، انا كنت بروح يوم الخميس، وده بيحصل مع كل وزراء، شنطه او اتنين عشان الجمعه والسبت اقعد امضي البوسته. هذه البوسته 90% منها مش المفروض يروح للوزير خالص.
بس هو النظام كده. انا مره ما رضيتش امضي فاتوره، هو الافين لسه في بوسطه، ان لسه في بوسطه، بس حتى لو في بوسطه بطلع من البوسطه اللي كانت المفروض تتعرض عليا 10%، اما ال 90% ده ضيع وقت مش بتاعي، وكان المفروض ينزل مش لحتى الليفل بعدها، فيه حاجات لازم تنزل لمستوى اقل من كده، وكلاء ورؤساء هيئات وما الى ذلك. وظيفه الوزير عندنا الحقيقه ظالمه للشخص اللي بيتحط في المكان، لان هو وزير سياسي ووزير تكنوقراطي، يعني مسؤول عن الاوبريشن ومسؤول عن التكنيك بتاع الشغل بتاع الوزاره. انت عارف ان في معظم اوروبا النهارده وزير الصحه مش شرط يبقى طبيب، وزير الداخليه في ايطاليا ست عمرها ما اشتغلت في الشرطه، خبر حضرتك دول وزراء سياسيين. احنا عندنا خلط وما احناش عارفين هل الوزير، وبعدين تحط الوزير لو هو غلط غلطه سياسيه تقول شوف ده مش سياسي، ولو غلط غلطه فنيه ده مش فني. طب ما انت ضامن الاثنين على بعض. فالقانون الجديد بيسمح بده، ولكن احنا لازم، وانا فاهم ان دلوقتي بداوا يعملوا بروسيس او نظام لتجميع قيادات في كل تخصص حتى يسهل على متخذ القرار انه يعرف يحط الكريتيريا. اصل الكريتيريا سهله، انت بتحط الكريتيريا بتاعت الاختيار بتاع الشخص ووضعها اي حد فاهم هيقدر يحطها لك. المشكله طب اختار ما بين مين ومين. الحاجه الثانيه كمان اللي انا عارف انها حصلت في الفتره اللي فاتت كميه الاعتذارات. يعني حتى لما بيبقى في حد انت شايف او المتخذ القرار شايف ان هو يصلح وهو نمره واحد، انت ساعات بتضطر توصل لنمره اربعه لان واحد واثنين وثلاثه اعتذروا. واعتذروا ليه برضو؟ نرجع نقول بسبب القوانين وبسبب ان الوظيفه بقت خطر وممكن تضيع شخص معين نتيجه اللي حصل في الهيستوري اللي فات ونتيجه الـ 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 القوانين اللي موجوده. نرجع بقى تاني لحته البيان الحكومي. هو مفيش شك ان ده اول بيان حكومه يتقدم بحقه حقيقي في ال 30 سنه اللي فاتت، لان النهارده احنا عندنا مجلس نواب تم انتخابه بانتخابات، يعني بغض النظر جاب مين ما جابش مين، بس الانتخابات ما حدش له عندهم حاجه. رفضهم لقرار شايف كده الانتخابات كانت سليمه قوي. شوف هقول لحضرتك حاجه، اصل دي كانت انتخابات ممتلئه بالاموال السياسيه. صح، ممتلئه. وبعدين مش كانتش المال السياسي المتعارف عليه بقى في انجلترا وفي امريكا، ده الفلوس اللي تحت الترابيزه يعني. صح، بس انت عندك وصلت لدرجه، خلي بالك انا لما جيت اعمل انتخابات 2011 وجبت الناس اللي كانوا بيعملوا الانتخابات بتاعت البرلمان قبل كده، انت مش مصدق، انت مش هتصدق احنا كنا عايشين ازاي. انا بقيت كل خطوه في الانتخابات فيها باب مفتوح للتزوير. لا احنا كنا عايشين في الياعة. لا لا خلاف. يعني حاجه. فانت النهارده وصلت، خلي بالك احنا بنعاني من 60 سنه مشاكل وتراكمات. يعني هذا الجهاز الاداري للدوله يعني وصل لكده في خلال 60 سنه اللي فاتوا. انت عندك 7 مليون موظف، وال7 مليون موظف دول انت مش محتاج منهم غير عدد اقل من كده بكتير، وعشان السلم الاجتماعي وعشان ظروف البلد انت مش قادر تعمل حاجه. فانت وارث ميراث يعلم بيه ربنا، ومش بس كده، انت مش بس وارث العدد، لان هذا الجهاز الحكومي كان معمول عشان كل ما تزنق النظام في بطاله يقوم معين له 200,000 حتى لو مش محتاجهم. ده غير ان انت، ودي بقى يعني اسال اي حد في الحكومه يقول لك عليها، الجهات الحكوميه اصبحت عائلات. انت بتلاقي في كل مكان اشتغلت فيه في الحكومه كميه القرايب والنسايب والصحاب، ولا يعني بيشغلوا اولادهم وبيطالبوا بتوريث الوظائف. وبعدين تفاجأ ان يقول لك ما هو مشوا بالقانون، ما هو ده اشتغل. يعني هي العيله دي لما تلاقي خمسه من عيله واحد من اسره مش عيله، يعني لما تلاقي الست وبنتها وابنها وجوز بنتها كلهم بيشتغلوا في نفس المكان، وتقول لي كلهم دخلوا بايه؟ يعني اذكى عيله في العالم يعني ايه؟ وبالقانون ما عمليه سايبه. فانت النهارده اصبح عندك هذا الجهاز المترهل، ويجب خلاص احنا كبلد في مصيبه او في كارثه اقتصاديه وفي كارثه. الدول في 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 هذه الاوقات ما بتقدرش تمشي بنظام عشان تتشينج اي حاجه في الدنيا، عشان تغير مجتمع، عشان تغير. عندك طريقتين كنا بندرسها لنا في علم الاداره، يا اما بتعمل حاجه اسمها كونتينوس امبروفمنت، انت تقعد ايه تصلح دي شويه تصلح دي شويه بعد كام سنه الامور بتتظبط، او تعمل ايفاليوشن، يعني تقوم بقى انا ههد الدنيا كلها وهبدا من الزيرو وهبدا بقى اصلح ايا كان البرايس بتاعها. بس ده هيدفع بقى ان يبقى فيه لاي اوف وهيبقى فيه، ما هو اللاي اوف هي لو جت على الفلوس هنقدر نتصرف فيها مهما كان، لكن النهارده انت شغال تلزيق او اصلاح بحكايه الستيب باي ستيب دي في وضع لا يسمح بذلك. هذا الجهاز الاداري للدوله غير قادر على تنفيذ اي خطه تنميه طموحه لمصر. طيب
ممكن أقف عند النقطة دي، هذا الجهاز الإداري للدولة غير قادر على تنفيذ أي خطة تنمية طموحة لمصر. وضعه الحالي أمال على أي أساس البيان بتاع الحكومة طالع أن هم عندهم إجراءات اقتصادية ورؤية اقتصادية عظيمة وهم محتفظين بهذا الشكل من الجهاز الإداري للدولة، ومجلس شعب رفض القانون العدل وفوت القوانين بتاعت البصمجية؟ حاجة الحقيقة تهلك من الضحك. نسمع يارا ونكمل الكلام مع دكتور هاني. بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خلونا نكمل الكلام مع دكتور هاني محمود. طيب يعني اذا كان هذا الجهاز الاداري لا يقدر ابدا على انه يشتغل على اي برنامج اقتصادي طموح لاي دولة في الدنيا، على اي اساس بنلاقي في البيان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل يقول ان احنا عندنا برنامج اقتصادي مهم وان ده هيكون مصحوب ببرامج للحماية الاجتماعية وان كان قال على كلمة حماية اجتماعية القدر الامكان، ودي كلمة انا ما فهمتهاش على الاطلاق. مش حاجة اسمها حماية اجتماعية لقدر الامكان، ما هي حماية اجتماعية مش حماية اجتماعية، قدر الامكان دي ليه كله ولا حتة منه، ده شغل مسرحيات. برنامج اقتصادي ايه اللي بتتكلم عليه الحكومة في ظل هذا الجهاز الاداري؟ طيب خلينا بس نتفق الاول ان ده اول بيان حقيقي للحكومة تقدمه للبرلمان، لانه بيان في خطوات محدده في معظم بنوده ما عدا بند الديمقراطيه وحقوق الانسان، ما فيهوش اكشنز واضحه، ما فيهوش اي حاجه ولا المراه ولا في اي حاجه كلام، لكن في العديد من المحاور سواء المحور الاقتصادي او محور الاصلاح الاداري فيها. خلي بال حضرتك ان البيان ده هيشتغل لمده 27 شهر، ده بيان قصير الادب بالظبط. والحقيقه في توافق برضه عشان نقول للحكومه واللي عليها، في توافق مش بطال ابدا بين هذا البيان ورؤية 2030. يعني هذا البيان بالخطوات اللي موجودة فيه في 27 شهر القادمين يخدم جدا وهو جزء أساسي من خطة 2030. بس الاتنين مش متوافقين مع الدستور، يعني تحديدا في الرعاية الصحية والتعليم. لأن الدستور حط ناس معينة، فعل من دلوقتي 16 ل 17 السنة المالية 16 ل 17 بالضبط. لكن الـ طبعا احنا مش هنتكلم على الوضع الاقتصادي البلد اللي كلنا عارفينه. ولكن انت عندك انت لو تلاحظ معظم الانجازات الكبيره اللي تمت من 2011 للنهارده، الانجازات المدنيه اللي قايم بيها الجيش، لانه مؤسسه منظمه وعندها سيستم وعندها مش عارف ايه، الطرق الجيش، قناه السويس، حفر قناه السويس الجيش، المدينه كله الجيش. ليه؟ لان هذا الجهاز غير قادر. بس هو ليه الجيش بيقوم؟ لان هذا يعني ان رئيس الدوله فاقد الثقه في هذا الجهاز الاداري على بلاطه كده. والحقيقه هو ما بيخبيش، يعني الرئيس برضه من ضمن الحاجات الحقيقه الكويسه ان هو بيقول ان هذا عندنا مشكله في هذا الجهاز، ولما مجلس النواب رفض القانون قال انتوا عايزين اصلاح ولا مش عايزين اصلاح؟ البرنامج الاقتصادي بتاع الحكومه هيعملوا الجيش برضه ولا ايه؟ لا، لازم تعمله الحكومه. وعشان كده كان الموافقه على قانون الخدمه المدنيه هو البدايه الصحيحه، لان قانون الخدمه المدنيه بدايه اصلاح حقيقيه للجهاز الاداري للدوله، اللي هيشتغل هيكمل، واللي هيشتغل هيترقى، واللي هيشتغل هيتكافئ، واللي هيشتغل هيتجازى، واللي مش هيشتغل هيروح او على الاقل هيتجنب. لان القانون الجديد تعرف حضرتك ان 98% تقريبا من موظفين الحكومه التقرير السنوي بتاعتهم امتياز. يعني احنا على الورق احسن حكومه في العالم، احنا ما حصلناش، لان مفيش حكومه في العالم جن. مفيش حكومه في العالم، انا في الشركات اللي اشتغلت فيها عندنا نفس درجات التقدير اللي هو امتياز، جيد جدا، جيد، متوسط. اللي بياخد امتياز عمره ما تعدى 10% من العاملين في ده. اوتستاندينج بيرفورمانس ده رهيب، مش ممكن يكون اكتر من كده. اباف اكسبكتيشنز بالظبط، اباف اكسبكتيشنز بالظبط كده بنسميها حتى كده. ايوه خلاص، في البيرفورمانس ابريزل اللي بتعمل بالظبط كده، فده ما بيعديش 10% في احد. تخيل احنا عندنا بقى 98% بياخد ده. وبعدين عشان تعرف بس الموظف بيفكر ازاي نتيجه الدلع اللي احنا دلعناه له، وده على فكره مش عيب الموظف، هو عيب القائمين على مدار 60 سنة. انا لما مسكت وزارة التنمية الإدارية لقيت 12 واحد مقدمين تظلم ان هم ما خدوش امتياز وخدوا جيد جدا، فقلت اجيب كم واحد منهم اتكلم معاهم افهم ايه الحكاية. واحدة بقى منهم كانت حاجة مش ممكن تصدقها يوسف، بسألها حضرتك متظلمة من ايه؟ قالت لي جيد جدا. قلت لها هي جيد جدا وحشة؟ قالت لي لا انا استحق امتياز. قلت لها بحضرتك قولي لي 3 انجازات عملتيهم خلال السنة يخلوك تقولي ان انا لازم اخد امتياز. الرد كان مفاجأة بالنسبة لي. قلت لا انا ما بشتغلش. قلت لها يعني ما بشتغليش؟ قلت لها انا ما عنديش وظيفة. قلت لها يعني ما عندكيش وظيفة؟ قلت لي انا باجي. خلي بالك بقى دي عرفت بعد كده انها اتجنبت في اخر سنتين، لان كل حاجة بتعملها بتبوظ. فانا بقى لي سنتين ما عنديش وظيفة. طب بتيجي الصبح تعملي ايه؟ باجي اقرا الجرايد وبتاع وافطر طب عايز امتياز ازاي؟ هو حد اداني شغل وما اشتغلتش؟ انتوا اللي مديتوني الشغل.
بس كده. فعايز قلت لها انا مستغرب حضرتك خدتي جيد جدا ازاي يعني، خدتي جيد جدا ازاي وهي متظلمه من جيد جدا. فده الكالتشر كمان. ما هي برضه في حاجه غريبه يعني، هي عارفه انها ما بتشتغلش ومعترفه بذلك ومتظلمه انها واخده جيد جدا. متظلمه. فده انت خلقت كالتشر او خلقت ثقافه في الجهاز الاداري للدوله بهذا الشكل. القانون الجديد بيصلح هذه الثقافه، لو اتطبق وطبق صح في خلال سنتين هتلاقي الجهاز ده تم تعديله وتغييره. انا في وقت من الاوقات في وظيفه من وظائف بدون ذكر اسمها، رحت للشخص اللي انا كنت بريبورت له وقلت له انا عندي 168 واحد 186 واحد انا هدفع لهم مرتباتهم، عايزني انجح في هذا المكان، انا عندي 186 واحد هدفع لهم مرتباتهم ويقعدوا في البيت. قال لي نعم. قلت له هطلع لك نتائج حلوه قوي من المكان ده. كان عندي 650 ساعتها. بس الناس دي معطلاني. بس الناس دي مش بس معطلاني، دي اولا مكلفاني تكاليف اندايركت كتيره جدا، لو قعدوا في البيت هديهم مرتباتهم، هحول له مرتبه على البنك كل شهر بحوافزه بكله مش لكن واخد مكان. الناس اللي شغاله مش عارف الاقي مكان تقعد فيه، لا مفيش مكان تقعد فيه، فده واخد سبيس واخد كهرباء بس اوحش بقى حاجه انه بيبث يعني طاقه سلبيه، طاقه سلبيه طول النهار، وبيعطل زمايله اللي عايزين يشتغلوا وبيحبطهم. فقلت له ال 186 دول انا هديهم مرتباتهم بس عادوا، انا جاي اقول لك عشان ما تفاجئش. قال يا فندم احنا عندنا قاعده بتقول ان الاجر مقابل العمل. قلت له انا مش حاجه جنبها. قال لي ليه؟ قلت له هم كده وكده ما بيعملوش، سواء قاعد في بيتهم ولا بتاع، هو القانون بيقول الاجر مقابل العمل ولا الاجر مقابل الحضور؟ قال لا الاجر مقابل العمل. قلت له ما بيشتغلش، هو حاليا بياخد اجر وما بيشتغلش، انا كل اللي عايزه يقعد في البيت ويوفر لي مكان ويوفر لي واعمل بقى بوزيتيف انرجي كده في وسط المكان. طبعا رفض يعني، وقعد يتحايل عليا ان ما افتحش الموضوع ده مع اي حد لان هيعمل مشكله. فانت النهارده هذا الجهاز يجب سرعه العمل على اصلاحه بخطوات سريعه، اولها القانون، اصلك من غير القانون مش عارف تعمل حاجه. انت من غير هذا القانون انت اديك متكتفه كرئيس وزراء او كرئيس جمهوريه، لن تستطيع اصلاح هذا الجهاز بدون القانون. يطلع القانون ويطبق وهتبدا تشوف التحسن في الاداء. انت النهارده في القانون ده لو عندك موظف شاب صغير وواعد وعامل مجهود كويس في القانون ده تقدر ترقيه، تقدر ترقيه حتى لو ما جاش عليه الدور. في القانون القديم لا، يقعد يستنى دور، تبقى مش عارف تعمل له، يقعد 8 سنين لحد ما يجيله احباط. وبرده القانون كان رحيم، قال لك في الدرجات الاولانيه 25% بس بالاختيار و95% بالادميه، لكن اديني فرصه، انا مش عايز ارقي كل الصغيرين بس اديني فرصه ما يبقى عندي 25%، اعرف انقي بقى، اعرف انقي بقى واعرف ارقي واعرف اديني طول اشتغل بيها. فانا الحقيقه من اشد المؤيدين لهذا القانون، واعتقد انه هيصلح. طبعا الحاجه بقى الثانيه المهمه قوي في الجهاز الاداري للدوله، وبرده الميزه في السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والوزراء انهم عارفين ده وبيقروا بيه، لان قبل كده كنا بندفن راسنا بالرمله ونقول ما عندناش فساد. لا، الفساد موجود، وانا كراجل جاي من بره الجهاز الاداري، اشتغلت 4 سنين في الجهاز الاداري للدوله في اماكن مختلفه، يجب سرعه القضاء على الفساد، لان من اول الموظف اللي بيفتح الدرج لبعض رجال الدوله الكبار يوجد فساد. طبعا هل هو 660 مليار اللي قال عليهم هشام جنا؟ لا ما اظنش، بس في فساد وفساد قوي. والفساد مش بس فساد مالي، انا في رايي من اللي شفته في الجهاز الاداري للدوله ان الفساد الاداري تاثيره السلبي على البلد وعلى الدولة أكبر بكثير من الفساد المالي. يعني إيه فساد إداري؟ أنا لما عين واحد النهاردة رئيس هيئة معينة أو رئيس شركة قبضة أو رئيس أو وزير حتى وهو لا يصلح، الدمج أو الخسارة اللي بيسببها هذا، وده فساد إداري بقى، أنت بتحطه عشان صاحبك، أنت بتحطه عشان مش عارف إيه، أنت بتحطه عشان ما بيعرضش كتير، أنت بتحطه عشان، لكن ما بتحطوش عشان الكريتيريا اللي الناس بتختار بيها بحقه حقيقي شخص يقدر يؤدي. كل الدمج وكل الخسارة اللي بيأديها اللي بتحصل في تاريخ هذا الرجل أو في وقته ده فساد إداري، تكلفته أعلى بكتير من الشخص اللي بياخد فلوس ويحطها في جيبه، لأن تكلفته أثرها غير طبيعية. فأنت لما بتعين الشخص الغير مناسب، لما بتعين القرايب وتلاقي مفيش مؤسسة في الدولة إلا فيها عائلات للأسف بما فيها اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما أننا في الإذاعة يعني، ده فساد إداري. أنا لما دخلت هيئة من الهيئات وأنا رئيسها بيعرضوا عليا التعيينات في خلال الخمس سنين اللي فاتت، 3 bars كده، بار تشارتس كده، أكبر واحدة تحتيها أعضاء مجلس الشعب والشورى، أنا ما فهمتش، ما أنا جاي بقى مش من الطريق الخاص، وتاني واحدة أبناء عاملين، وأصغر واحدة هي التعيينات الحقيقية. الأولانية دي التوصيات بتاعت مع أعضاء مجلس الشعب والشورى
اللي هم المفروض كانوا يبقوا هم اللي بيحافظوا بيراقبوا الحكومه ويمنعوا الفساد في الحكومه. وبعدين الجزء الثاني ابناء عاملين. 40% من الناس اتعينت في خلال الخمس سنين ابناء عاملين. طب ده احنا عملنا ثوره عشان التوريث. هو يعني ايه ان انا عين ابناء العاملين؟ يعني ايه اقول للموظف عشان انت ابن فلان تتعين والتاني اللي مش ابنه ما يتعينش؟ فده فساد اداري. فمحاربه الفساد احنا عندنا بعض القوانين انا مش عارف ليه ما طلعتش لحد دلوقتي. قانون حريه تداول المعلومات، هذا القانون بيتداول من ساعه الثوره ما قامت. هذا القانون موجود في معظم دول العالم وبعض الدول العربيه، الاردن عندها، المغرب عندها، واحنا لحد النهارده ما طلعناش هذا القانون. وهذا القانون مسته انه بيكشف الفساد وبيخلي الفاسد، معظم الفاسدين بيبقوا معتمدين على ان هم مش هيبانوا، ما حدش هيعرف. ما هو لو يعرف ان حد هيعرف ما كانش عمل كده. هذا القانون بيسمح لاي مواطن يتقدم بطلب على بيانات معينه او معلومات معينه عن عمليه معينه، الجهه الاداريه لازم تدي له هذه البيانات. حتى بعض الناس بسموه حريه النفاذ الى المعلومات. هذا القانون لوحده يرفعنا في ترتيب الدول في مؤشر الشفافيه ومحاربه الفساد كذا درجه. بس سيبك من الترتيب. او على فكره باي ذا واي احنا برضو عشان يبقى فيه بارقه امل في الكلام بتاعنا، احنا بدانا قبل الثوره كان ترتيبنا في هذا المؤشر، وده مؤشر دولي ملناش يد فيه، كان ترتيبنا 119 على العالم. 119 لمصر ده ترتيب يعني مخزي. ان يبقى ترتيبك في دول في الشفافيه ومحاربه الفساد 119، بعد كده ارتفعنا ل 117 which is good. من 117 ارتفعنا ل 114، ومن 114 نطينا نطه كبيره جدا ل 94، وده برده كانت نطه. ومن 94 اخر تقرير طلع الشهر اللي فات، الشهر اللي قبل اللي فات، كان ترتيبنا 88. ما زلنا متاخرين جدا، ما زال في دول لو سمعت انها مسابقانه تتخض، لكن بنتحرك. طيب قانون زي قانون حريه النفاذ المعلومات ما طلعش ليه؟ قانون زي حريه زي حمايه المبلغين، الشهود والمبلغين، ده قانون بيحمي الشهود وبيغني اللي بيبلغ عن فساد. في حاجات اساسيه لو اتعملت، وعلى فكره مش محتاجه اكتر من تفرق. وعلى فكره قانونين جاهزين وموجودين سموير، موجودين مع الحكومه، لازم يتقدم لمجلس النواب بسرعه ولازم يتوافق عليه بسرعه عشان نبدا مجلس النواب. كان في اغنيه كده بتاعت محمد فؤاد ظريفه كده كانت من كام سنه، يقول لك وتقول لي الحنين طفين الحنين مجلس النواب. يا دكتور لا أنا مجلس النواب رفض القانون العدل. لا انا لسه يعني عندي امل ان هذا المجلس ممكن يعني يبقى مرحله انتقاليه لسنه ثانيه ديمقراطيه. يعني احنا دايما بنقول احنا في سنه اولى ديمقراطيه، لكن اعتقد هذا المجلس، اتمنى طبعا كلنا عندنا تحفظات على بعض الاشخاص وعندنا تحفظات على بعض الحاجات. وانا اتضايقت جدا اخر مره لما في بيان الحكومه لما شفت النواب برضه ما زالوا بيقفوا طوابير على الوزراء، لسه ماسك الملف ماسك دوسيه عشان يتمضي له. انا كنت متخيل ان ده مش هيحصل. لا ده كفايه ان رئيس الوزراء اللي هم بيدوا امضاءات حقيقيه للنواب ما يصحش كده. يعني كمان كان بقى بيجي لهم امضاءات ضرب يعني كمان يوسف قبل الثوره. يعني وصلنا للمرحله دي قبل 25 يناير احنا كان عندنا الوزراء كل واحد بيحدد للدايركت بتاعه الالوان اللي بيمضي بيها عشان يقول له ايه اللون اللي معناه تنفذ وايه اللون اللي معناه اللي معناه اللي هو بخ. ده حاجه جميله قوي. كانوا ثورتين الحقيقه عظمه على عظمه على عظمه مصر. انا عايز اشكرك جدا 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 يا فندم، كل الشكر الدكتور هاني محمود، شكرا جدا على وجود حضرتك معانا، شكرا جدا ليكم على حسن المتابعه. النهارده بالمناسبه عيد ميلاد نجات الغامدي، نجات كل سنه طيبه وعقبال 100 سنه. 100 سنه طبعا شكلك اكيد مش هيبقى زي دلوقتي على الاطلاق، وستظل دايما ظريفه ولطيفه وحلوه وزي القمر ورقيقه، وده ما فيش فيه خلاف. يلا استمتعي بعيد ميلادك النهارده. كنا سعيد ميلاد النهارده كمان بالمناسبه، تقدروا تستمتعوا، ما تنزلوش من البيت على الاطلاق غير بعد الساعه 8 مساء يكون الجو ظبط. لحد كده سلامات. كنتم مع بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.